شكلك هتولد النهارده يا حزينه. تعبانه قوي يا ام درويش. ربنا معاكي يقومك بالسلامه. من قلبك يا خاله صالحه. خلخل دروسك. من قلبي يا بنتي. ربنا ينجد الولايه كلهم وانت من ضمن. يعني زي اي حد؟ لا اي حد كيف. انا اكلت معاكي عيش وملح، جوز واحد وبيت واحد، وكل ما بطنك تكبر ارفع يدي عشان اقول يا رب نجدها، الاقي لساني عيقول منك لله يا ورد اليمن يا بنت مناظر. حاجه غصب مش بالمزاج يا حبيبتي. طب ايه رايك اني مش مصدقه ولا كلمه، وعارفه انك هتدعيلي. ادعيلي لحسن، انا تعبانه قوي. بدعيلك يا بنتي يقومك بالسلامه، ينتعك ويخفف حملك بحق جاه المصطفى. ارتاحي يا بنتي ارتاحي. لا هقول لك ايه، قلبي خفيف، لا حمل وجع ولا اقدر اشوف حد تعبان. خش نامي واشوف لك حد. على مهلك على مهلك. نام يا رب بالسلامه. الله حلو قوي. مين اللي صاد الصقر دي؟ انا يا شيخ العرب. زرزوع يصيد صقر؟ عملتها كيف دي؟ انا غاوي فضلت وراها لحد ما وقعته وشفته لك هديه. هديه مقبوله يا زرزوع. وسميته كمان. كمان سميته ايه؟ شاهين يا شيخ العرب. الله حلو قوي اسم شاهين. يا شيخ العرب يا شيخ العرب، جالك المولود الثاني ذكر. الله اكبر، جه اخ الدرويش يا زلمه. وهتسميه يا شيخ العرب؟ شاهين. مبروك يا ام شاهين. ايش معنى شاهين يا؟ عشان يبقى صقر. اتولد ولا جاي لي صقر عاديه اسمه شاهين. فالزين ان شاء الله. نورت بيتك يا ام شاهين بولدك شاهين. أول مرة أحس إنه بيتي صح. وقبل كده كنت عندك في بيتك وبس. يعني دلوقتي ما بقيش بيتنا خلاص. لا بيتك وبيتي وبيت ولدي. والمرحومة صالحة وولدها خلاص ما بقى لهمش حس في بيتك وبيت جوزك وبيت ولدك؟ بتقولي إيه؟ هو البيت يبقى بيت من غير صالحة؟ وأنا ربنا رجعني إلا بدعاك. مبروك يا أبو الول، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا صالحة. يا مرحبا يا مرحبا يا بيه. قالوا لي محمد بيها بدها منور صحيح. قلت لو نعرف نفرشوها ورد من المنية لحد فرسوط ومن فرسوط لحد سوات. كل دي أرضها تفرشها يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله. وأكتر يا بيه، الورد هيتفرش حسب مقدار الضيف، وانت مقدارك كبير قوي. شرف الله قدرك. بالتالي سبب الزياره معروف. قبل الزياره وسبب الزياره، الضيافه والوكل. تفضلوا يا بهوات. تفضلوا. تفضل يا بيه، احنا عندنا اهم ضيف. تفضل تفضل. يا اهلا يا عاد ما عاوزش عزومة يا محمد بيه. كل ده يا شيخ العرب ده كتير. والله احنا مكسوفين. حد سامحنا انا والشيخ اسماعيل ما نقدروش ناكلوا اللحم. تعرف الشيخ يوسف ما فاتش لسه عليه حولين، واكل لحم عندنا قبل حولين عيبه. تفضل انت. هاكل لوحدي؟ واه ما احنا واكلنا قدامنا اهو. تفضل يا بيه من هنا والشفه. احزانكم صعبه يا شيخ العرب. هنعملوا ايه؟ عادتنا كده. لكن والله مجيك عندنا فرح يا بيه. طب انا هبدا بالجبنه والجرجير. لا يا بيه فكرنا زين ما يخوفش. كل اللحم كل 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 وكل سبب الزياره. نعاد تسليم الرهنيه حل وعدى. وابراهيم بيك كتوف ده انتظر ابن عمكم ولم يفي بالميعاد، فارسلني استفهم لعل المانع خير. ده بكل الاول يا بيه، كل ده وكل مخدوم زين دي كل. ها طبعا المنع خير يا بيه، احنا ما فيش بينا غير كل خير. لما يخفاك يا بيه ان ارض بلديس دي ارضنا من قديمه، وطلب السلفه دي كان تحت بند تسديد الالتزام، والالتزام استوفى والحمد لله. معلش يا شيخ اكلكم دسم شكله
ولما بصيت عليه ما قدرتش افهمك. جنابكم مش هيدفع الرهن؟ ما هو ما طلعش الرهن. اللحمه اللي جنب العمود دي لعلمك شديده قوي. الرهن ما طلعش رهن. دي تعويض. تعويض؟ افهمها لك. مد يدك عاد. لما جينا نعمل قعده عشان نراجع حساباتنا. فاكر يا شيخ اسماعيل؟ ايوه فاكر. توكد لعلمنا ان في التزامات عندكم لينا وان في ناس قرايبنا تم اهدار اراضيهم. ومين الناس هنا موكلاني بالحسنى والرضا ان انا اسد عنهم في حاله النقصان. فانا اعتبرت الرهنيه دي تعويض عن سداد. وارض برديس؟ ارضي وارض ولد عم عيسى. يعني الرهن لاغي والارض تفضل في زمامكم؟ لا ذهب يرجع ولا ارض تتسلم؟ كلام ايه ده يا شيخ؟ ما هو ما بيجيش رهن يا بيه. ده انت ذكائك مشهور. الرهن بيجي تعويض عن حاجات لينا عندكم. يعني مفيش. والمرهون هيبقى مرهون ليه؟ بدل مفيش رهن. اسماعيل جلالك اهو. كلكم. ده رجوع في عهد واتفاق. عمري يا بيه. عمري ما ارجع في عهد ولا كلمة اقولها ولو لعيل صغير. بس لازم يكون عنده حظ. تعلم يا شيخ العرب ان الاتفاق كان مع ابراهيم بيك كتخده. اكبر راس في مماليك مصر. وتعلم ان الكلام كان موثق بورق واختام. يا ابويا انا عارف. بس انت وكلتك ما عجبانيش. يا ابويا كل ما دوبتش اللحم. يعني اعتبر ده رفض وتحدي. لا خالص. اعتبره توضيح. تفهيم لمسائل اتفهمت غلط من الطرفين. وواجبنا التوضيح والتفهيم. ما اظنش ان الامر هيعدي بالسهل. ما اظنش يا بيه ان حسك كده كانه هيأدي. انا فاهم ان كلامك ده كلام رسال وبس. اه يعني اوكلك بيدي ما يصحش كده يا بيه. لا 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 كده تمام يا شيخ. كلامك شبعني. شبعك ليه يا بيه؟ ده الوكل ده وكل زين وزي هريسه استاذك علي بيه. مشكورولي قوي عليه. تكونش قلقان من اللحمه؟ اعتقد بعد اللي سمعته ده لازم اقلق. لا يا بيه مش اخلاقنا احنا دي خالص. سعد امرك يا شيخ العرب. خد يا ولدي كل الحته دي عشان البيه يطمن. بس يا شيخ العرب هما صليب في الدقه. اقعد يا بيه وحده. اقعد فين؟ ما هي بانت. ده اجله يا بيه. عمره كده هنعمل له ايه؟ اجله؟ اقعد اذكر مالكش دعوه بيه. اقعد مش هدوقك لكم. خلاص قوم يا مساعد. قوم يا ولدي البيه طلع قلبه خفيف. كل يا بيه اقعد كل بالهنا والشفه. اقعد